كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية القضارف عن تصدير 58.264 ألف طن من الذرة حتى تاريخه لدولتي إثيوبيا وإريتريا عبر البر، وتصدير عدد 7,003,318 ألف طن من السمسم. وقال دكتور عثمان عبد الله حمدي مدير الهيئة بالولاية إن إدارته تحرص على صادر نقي ومطابق للمواصفات العالمية من خلال الفحص المعملي الذي تجريه عليها. من جهة ثانية أشار حمدي إلى أن إدارته فحصت 13 ألف لتر من الألبان المتداولة في القضارف ومنافذ دخولها للمدينة، لافتا لضبط 13 عينة تحتوي على بنسلين وتتروسايكولين، وأكد أن إدارته ستعمل على محاسبة المخالفين وفقا لقانون المواصفات والمقاييس. لا زالت ظاهرة تفشي الغش التجاري خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية من إعادة تصنيع وبيع للأطعمة منتهية الصلاحية تثير قلق وهواجس المواطن والدولة. قلق بائن يتبدى في حصول المواطنين بولاية القضارف على سلع استهلاكية آمنة، فالكثير من السلع ظلت في أيدي باعة تقليديين ليس لديهم أدنى مقومات التجارة، كما هو الحال في سلعة مثل اللبن الحليب، فيما تؤدي أزمات طارئة مثل ما هو الحال في أزمة الدقيق لتدني المواصفة المتعلقة برغيف الخبز. ولأن الألبان في الغالب يتم استجلابها من مناطق تواجد الماشية البعيدة إلى مناطق الاستهلاك في المدينة، فإنها تحمل مخاطر جمة نظرا لتعبئتها في أدوات تقليدية وحفظها لفترات طويلة وعبر طرق لا تراعي المواصفات المطلوبة. الهيئة القومية للمواصفات بالقضارف استطاعت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية لضبط مخالفات الألبان، وقامت بفحص 13 ألف لتر من الألبان الداخلة لمدينة القضارف، ضبط منها 22 عينة غير مطابقة، فيما طابقت 106 عينة المواصفات الصحية والقياسية. وتتركز المخالفات حول الإضافات الكيميائية لمادتي البنسلين والتتروسايكلين، فيما شملت بعض الضبطيات مخالفات تتعلق باحتواء الحليب على مخلفات الحيوان والأتربة. المواطنون يرون أن البضائع والسلع التي يتحصلون عليها ليست صحية بقدر كاف ومقنع بالنسبة لهم، إلا أنهم مضطرون وليس أمامهم خيارات أو بدائل. فرغيف الخبز يواجه هو الآخر مخالفات في الجودة والحجم القانوني، ورغم ضبط الجهات المختصة لعدد من المخابز المتجاوزة لكن دون أن يطال العقاب أي من المخالفين، ما يعني استمرار التجاوزات والتي لا يجد المواطن من بد للتعاطي معها. لمزيد من التوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عثمان عبد الله حمدي مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بولاية القضارف. مرحبا بك ومساء الخير. مساء الخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأنا التحية لأستاذ هذه الغناء الفتية، وكذلك التحية تمتد للمشاهد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب أسعد الله إن شاء الله مساكم بكل خير. طيب دكتور عثمان، كيف تمضي عمليات إدارتكم في ولاية منتجة مثل القضارف لديها مقدرات في الصادر وحدودية في نفس الوقت وتصلها واردات من دول الجوار؟ الحمد لله، يعني العمل الرغابي والإرشادي في الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس على مستوى ولاية القضارف يسير بصورة ممتازة جدا، وذلك بحكم إحكام العلاقات التنسيقية مع الأجهزة المختصة في ولاية القضارف وبقية محليات الولاية. نعم. طيب هنالك 8 منافذ لولاية القضارف تدخل منها سلع يعني لا تتوفر إدارتكم وسلطاتكم إلا في منفذين، برأيك ماذا تعلق؟ الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس متواجدة في الولاية في المنفذين الذي يتم عبرهم عمليات التخليص الجملكي لسلع الوارد، وبالتالي الهيئة تواجدها دائما مرتبط بوجود التخليص الجملكي
بمعنى انه متى ما كانت هنالك محطه جمركيه فيها تخليص جمركي ستجد طوالي مكتبا للمواصفات. يمكن انا كلفت بالهيئه السودانيه لمطار المغيظه على مستوى ولايه القضارف وباشرت مهامي من يناير. اولى مهامي كانت زياره تلك المنافذ الجمركيه، ووجدناها هي وجود لنقاط جمركيه بتقوم بمهام اخرى غير المهام التي المرتبطه بالتخليص الجمركي، وهذا المرتبط دائما بتواجد للهيئه السودانيه للمواصفات والمغاييس. طيب هناك شكاوي من صادر ذره غير نقي، يعني هل يتم الفحص في معاملكم بصورة دقيقة، يعني خاصة وأن القضارف تتوفر فيها بنية تحتية تضمن سمعة السودان في أو يعني تتصدر سمعة السودان في المنتجات؟ حقيقة عندنا اهتمام متعاظم بالصادرات باعتبار أنها هي لابد أنها تكون هي مطابقة للمواصفات القياسية السودانية، حتى أنه في الآخر المنتج حقنا يكتسب ميزات تنافسيه وصفائه من الدول الاخرى في ذات السلعه، وبالتالي نحن عندنا اهتمام متعاظم بالسلعه، ليس فقط بعض تكون جاهزه للصادر وانما من التخزين واماكن اعداد الصادر حيث لنا تواجد حيث نجري عمليه مطابقه السلع حتى ان نطمئن وتكون هي من بعد جاهزه للصادر. وعندنا تواجد ايضا في الغرابيل، وبالتالي نحن حقيقه في الهيئه السودانيه للمواصفات والمغاييس على مستوى قطاع القضارف موجودين ومتواجدين، ليس في المرحله النهائيه لعمليه الصادر وانما من بدايات عمليه الصادر والتي تبدا في مواقع التخزين والانتاج وفي مواقع الغربله. طيب دكتور عثمان عبد الله، يعني في نشاط المواصفات في سلع استهلاكيه هامه هناك حملات وضبطيات أسفرت عن مخالفات، لكن البعض يشير لعدم تنفيذ القانون والعقوبات الرادعة فيها. حقيقة يمكن من بداية العام في أحكام قضائية أعتقد أنها كانت رادعة في بعض السلع والتي كانت فيها مخالفة متعلقة مثلا بإعادة التعبئة مثل سلعة الدقيق أو من بعض أيضا السكر، لكلها كان فيها أحكام، يعني أحسب أنها كانت يعني بفتكر انها هي كانت يعني كويسه جدا، ولكن في بعض المجالات تحت العمل انا افتكر انه نحن يا دوب كده بدينا فيها، وبالتالي في الحته دي نحن بدينا ببرامج ارشاديه. الان مثلا عندنا برنامج في اطار سلامه برنامج سلامه الاغذيه في الالبان، وانا افتكر انه البرنامج ده مهم جدا جدا حيث يحتوي على محاور متعدده، محور رغابي، محور ارشادي، ومحور بحث. وهذا البرنامج ان شاء الله هيكون مستمر حتى نهايات العام الحالي 2017، لانه بدينا حقيقه زي ما ذكرت بخمسه حملات في الالبان التي يتم توزيعها على مستوى ولايه القضارف، وتمت فيها ضبطيات ويمكن تم تفتيش عدد 128 محل توزيع لبن خلال وجد 106 مطابق بنسبه 2.8 من 10 و22 غير مطابق بنسبة 13.2 من 10%. هذا البرنامج بدا ببرنامج بتاع اتيام وفرق من الهيئه السودانيه للمواصفات والمغاييس بالتنسيق مع اخواننا في اداره الثروه الحيوانيه وبلديه القضارف والاجهزه الامنيه والشرطيه، حتى احنا نشوف اللبن الان موزع على الجمهور المستهلكين في الولايه هل هو متفق مع المواصفات القياسيه السودانيه ام لا، ولكن لا في اطار البرنامج الرغابي. مصاحب له طوالي برامج ارشاديه على مستوى الاذاعه والتلفزيون ومحاضرات مباشره في القطاعات السكنيه في المؤسسات التعليميه في المؤسسات العامه بتاعت الدوله، مصحوبه ايضا بمخيمات ارشاديه في مواقع تواجد الجمهور المستهلكين مثل الاسواق، وده كله بنزعه فيه لانه نوجد مجتمع مدرك لحقه الاستهلاك، والان نحن لدينا حقيقه بسلعه اللبن. ايضا محور ثالث هو محور البحثي، وده في واحد من اخواننا الان بيحضر في جوده الالبان على مستوى ولايه القضارف، الان احنا نستعين معه تنسيق كامل ومتكامل، وبالتالي الهيئه السودانيه للمواصفات والمغاييس هي متواجده في الولايه، ووجدت الان اهم برنامج هي تبتدي له في اطار سلامه هذه السلعه المتداوله على نطاق واسع على مستوى الولايه، بدات بسلامه الغذاء في الالبان، وهذا افتكر ان شاء الله هذا البرنامج هو متواصل، حتى هو بيشمل برضه غير انه اللبن يكون مطابق برضه بيشمل مجالات اخرى مثل مجال
نغله تشيله تخزينه والذي يجب ان يكون في درجه البروده باعتبار انه اللبن من ذرع الحيوان. نعم نعم دكتور. يستهلك بكل مراحل مرحله نغل او توزيع او عرض لابد ان تكون هي في حالة برودة أو في. نعم شكرا جزيلا لك دكتور عثمان عبد الله حمدي مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بولاية القضارف، كنت ضيفا علينا في الحدث الاقتصادي.